هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا كنت سبق وتكلمت على هذا المجلس العالمي الجالية الجزائرية اللي كريم زريبي هذا الفرنسي اللي بعد ما حكم عليه القضاء الفرنسي بالحرمان من الحقوق المدنية وممارسة السياسة بعد ما كان ديبوتي أوروبي ومتفكر بالإرادة الجزائري وادخلها مع جماعة جبار وبدأوا باش يمشمشوا علنوا نهار 8 مارس اللي فات على ميلاد المجلس ديالهم و علنوا ثاني على عقد اجتماع كبير في الجزائر في 1100 مشارك منهم 200 او 300 جزائري جزائري مع ممثلين تانية. ولكن دعوة فيها تخلاطوا فيها من المفروض كان باش يديروا هذا الجلسه ديالهم الاجتماع ديالنا 27 28 افريل ولكن داروا كومونيكي قال لك تتاجل الى متى الى نهاية 2024 يعني سنة بعد الانتخابات. ايوة وعليش نهاية 2024 بعد الانتخابات الرئاسية؟ طبعا سي جبار مهنا ما هوش باغي يفضح هذا الاخر ويخليهم باينين وزين ما هوش حابي كل خلو راح يطلب منهم باش يحركوا الجالية الجزائرية في الخارج وما حتى تأثير ولا واحد عنده أبسط تأثير على الجالية الجزائرية في الخارج باش يحركوهم باش يقفوا مع مرشح المخابرات المخابرات السياسية كما اسمها المدقوبة دونك با دو موني موني ستوب يعني الاخرين كي يجيو يديروا في الجزائر هذا الاجتماع كامل راح يقول لك راح نشرعوا في العمل اعطينا موني كاش موني قال السنة حتى ديسمبر دونك واش راح يكون الجماعة اليوم انتهازيين ما كاش ما اكثر من منهم في الانتهازية وربي يسهل عليهم Chacun est libre de ses agissements. Et sinon, ils parlent de ce qu'ils veulent de leur vie et de leur vie. Mais ils ne sont pas en train de se faire de leur vie. Ils ne sont pas en train de se يعني يخرج مرشح بقى يكون يعني يقف معاه ويدعو عليه اجماع لا يطيح يطيح الشعب يرفض يطيح دونك هذه الجاليه هذه هذا المجلس العالمي الجاليه راهو على المحك وهو في نفس الوقت يحط على المحك الجماعه اللي قالوا له روح فازي دير لنا هذا المجلس هذا ولات فيها بوسعدية خايف من الكلب والكلب خايف من بوسعدية اي نعم رام هيدا واحد ما ودا ثقة في الاخر قولوا ربي يقوي شيطانهم يقولوا بعضهم والسلام عليكم ورحمة الله